دعونا نستقبل ضيفنا من طهران السيد علي أكبر برزنوني المحلل السياسي الإيراني. أستاذ علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ علي، حتى الآن الكثير من الأنباء تتوارد هنا وهناك حول مصير الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، لو تضعنا مشكورا في آخر الأحداث التي يعتمدها الآن الإعلام الإيراني. التحية لكم وإلى مشاهدينكم الكرام. نعم، حتى الآن هناك أخبار متضاربة، أخبار متناقضة، ومثل هذه الأحداث هذا الأمر طبيعي أو عادي، لأن هذا الحادث لمربحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له حادث كبير وصعب جدا في محافظة أذربيجان الشرقية في تبريز شمال غرب إيران. ولهذا السبب نحن منذ هذا الحادث نسمع دائما أخبار متناقضة وأخبار كثيرة عن هذا الموضوع وتكهنات وتنبؤات، لكن حتى الآن فرق الإنقاذ تبحثون في المنطقة، وحتى الآن لم يعلن أي خبر جديد من قبل إعلام إيراني أو من قبل مصادر رسمية، لأن مسؤولين الإيرانيين أكدوا لازم أن نتابع الأخبار حقيقية وواقعية وموثوقة من جانب مصادر رسمية، لأن هذا الحادث حادث كبير جدا وحادث صعب، وحتى الآن لم توجد أخبار جديدة، وفرق الإنقاذ لم تصل إلى مكان الحادث على الرغم. سيد علي، إذا أذنت لي، الآن الأخبار التي توردت من وسائل إعلام إيرانية أنه تم التوصل إلى رفات المروحية، فهل هذا الخبر صحيح؟ لا لا لا، لم يحدث. أعلنوا هذا الخبر كأخبار آجل بعض القنوات وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، لكن نفوا أو نفي من قبل مقامات أو مسؤولين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل هذه الأخبار. نعم، ما هو هذا الأمر أعلنته الحكومة الإيرانية أستاذ علي، أعلنت الوصول إلى موقع الحادث وموقع الطائرة، فيما أن الهلال الأحمر الإيراني نفى هذا الخبر، لذلك ساعتك عايزين نعرف ما هي الحقيقة الآن على الأرض. الآن تواصل عملية البعث تواصل من قبل تقريبا أكثر من 50 فريق من قبل الهلال الأحمر والقوات المسلحة الإيرانية وأيضا الأطراف الأخرى. عمليات البعث لا تزال متواصلة، لكن حتى الآن حسب آخر الأخبار أنا تابعتها قبل قليل لم تعلن أي خبر جديد في هذا الموضوع، وفرق الإنقاذ لم تصلوا إلى محل الحادث أو أي علائم من هذه المروحية. طيب أستاذ علي، هل هناك تعتيم على ما يحدث؟ هل هناك وصول إلى نتائج ولا يراد الإفصاح عن هذه النتائج حتى هذه اللحظة؟ لأن التضارب الواضح الآن بين تصريحات الحكومة وتصريحات الهلال الأحمر تضع كل المتابعين في ريبة وتوتر وقلق. نحن نريد أن نقف على الحقائق وننتظر خروج هذه الحقائق من المؤسسات الإيرانية، فعندما نستمع إلى تصريح من الحكومة ينفيه تصريح من الهلال الأحمر يحدث ارتباك في المشهد. لا لا لا، جمهورية الإسلامية الإيرانية كما أعلنت هذا الخبر منذ وقوعها ستعلن أي خبر جديد بشكل شفاف بشكل صريح، ولا توجد أو لا يوجد أي قلق في داخل البلاد، لأن حسب الدستور الإيراني حسب مادة 131 إذا هناك أي شيء سيء يحدث لرئيس الجمهورية أو وفاة رئيس الجمهورية سيتولى نائبه
مسؤولية إدارة البلد بصلاحيات كاملة وبتعيين قائد الثورة. وأيضا سيتم تشكيل مجلس. أستاذ علي، ربما هذه لسه خطوة يعني زي ما بقولوا مبكر أن نتحدث عما بعد. الآن لو تضعنا أيضا مشكورا، هل كان الرئيس الإيراني والوفد المرافق له كان في طائرة مروحية؟ كانت كم طائرة مرافقة لي؟ كم طائرة عادت؟ وماذا عن الطائرات الأخرى؟ قيل أنهم ثلاث طائرات وأن هناك طائرتين عادة، وأيضا تم الحديث عن الأشخاص اللي فيهم. لو تضعنا مشكورا عن يعني هذه الطائرات وطائرات المروحيات وحجمها، أو يعني برضو الشخصيات اللي كانوا على متنها. نعم، هنا كانت ثلاث مروحيات وثلاثة مروحيتين، لكن مروحية تقول رئيس الجمهورية والبعث المرافق له منهم وزيرنا الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، وأيضا محافظة أذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية، وأيضا هناك إمام جمعة تبريز، وأيضا تيار ومساعده وبعض الحراس كانوا على متن هذه المروحية. طيب، هل تم التواصل مع أحد ممن كانوا في الطائرتين اللذين عاد إلى إيران مرة أخرى، ولا لسه الأمور لم يفصح عن أي كلام حتى هذه اللحظة؟ حسب تصريح للنائب تنفيذي لرئيس الجمهورية، هناك تواصل مع بعض الأشخاص من قبل هذه الطائرتين أو مروحيتين مع مروحية التي وقعت في الحادث، لكن حتى الآن الأمور معقدة وليس هناك أي خبر جديد من هذه المروحية ومن ركابها. نعم سيد علي، دعني أسألك سؤالا ربما يشغل بال الكثيرين أيضا من المتابعين الآن. يعني هل كان الرئيس الإيراني في عادته يستقل طائرة مروحية وهو في طريقه إلى دولة أخرى ولو حتى حدودية؟ ألم تكن هناك طائرة رئاسية تستطيع أنها تواجه أو تجابه هذه الظروف الجوية؟ والسؤال الثاني أيضا في هذا المقام، لماذا هي تحديدا المروحية الرئيس هي من تأثرت فيما أن المروحيتان الأخريتان عادتا إلى طهران؟ نعم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خادم للشعب، وأيضا كالعادة هو دائما يقوم بالزيارات بالرحلات بين مدن بين محافظات لحل مشاكل الشعب، لحل مشاكل الاقتصادية لا سيما ومشاكل أخرى، وحتى في الظروف الصعبة هو يقوم بعمله، يقوم بمثل هذه الزيارات. هذا بخصوص السؤال الأول. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني، هناك حادث ممكن يحدث في أي بلد، حادث عادي، لأن مثل هذه الظروف الطقس رديء جدا، الجو أو الطقس قاسية جدا، ممكن يحدث مثل هذا الحادثة في أي دول أخرى، وليس حادث عجيب وغريب. طيب أستاذ علي، أنا أريد أيضا أن أتعرف والمشاهدين الكرام على رد فعل الشارع الإيراني داخليا بعد إعلان هذه الحادثة وانتظار الشارع الإيراني والعالم كله، ولكن دعنا نتحدث عن الشارع الإيراني لقربك من الشارع الإيراني. رد فعل الناس إيه بعد هذه الحادثة؟ والله الشعب الإيراني هم لديهم حزن شديد من أجل فقدان رئيس الجمهورية، ويقومون بالدعاء بالصلاة من أجل إعادة، من أجل حتى يعيد إلى حزن الشعب، لأنه والبعث المرافق كانوا خادمين للشعب
ودائما هم يحاولون أن يحلون مشاكل الناس، والشعب الإيراني يتابعون هذا الأمر عن قصد وبجدية عبر مصادر رسمية. نعم. السيد علي أكبر برزنوني المحلل السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران. تعليقا على اختفاء طائرة الرئيس الإيراني حتى اللحظة، وكما أكد وإذن التأكيد الحقيقي أن فرق البحث لم تصل بعد لا إلى مكان الطائرة ولا إلى موقع الطائرة ولا إلى رفات الطائرة، ولا يزال البحث جاريا حتى هذه اللحظة كما أكد لنا المحلل الإيراني.